لنثبت لكم أن التكنولوجيا تجعلكم سائقين أفضل، تحدينا أشخاصاً حقيقيين ليقودوا ترافيرس معتمة بالكامل نحو الخلف عبر مسار مليء بالعوائق. Seriously? الحمد لله. وعندنا هون كاميرا مراية الرؤية الخلفية. خميرة. ولا كأنك بتسوق ريفرس. وهون بنشوف كيف كاميرا الرؤية المحيطية بتساعد على المناورة بالأماكن الضيقة، لأنه بتورجينا كل إشي محيط فينا مهما كان حجمه.